دعوة أخرى إلى السيد رئيس الوزراء. البصرة سوت، الما سوى أحد. فمن أهل بغداد بلسان العراق، اكرم أهل البصرة يا رئيس الوزراء ولو بحي اسمه حي الجود، ولو به 1000 وحدة سكنية إلى الفقراء الذين يعيشون بالعشوائيات، بحي اسمه حي الجود، حتى يكون ذكرى أنه في تلك السنة قد أضافت واستضافت البصرة. فأكرم أهلها، عم لا تكرم أهل لا غربية ولا بغداد، اكرم أهل البصرة بألف ولو 1000 وحدة سكنية، هي لا شيء، بـ1000 وحدة سكنية، على شرط أن تأخذها دولة كافرة لا تؤمن بالله، على شرط أن تجي دولة تكفر بالله. خلي تسوينا، لأنه يؤمنون بالله وهجموا بيوتنا، لأنه يدعون بالدين سرقوا البلد، قعدوا خزينة البلد، جيبونا ناس صينيين تعبد الفار، تعبد الجمل، تعبد الأفعى، تعبد الأحجار، لأنهم أكثر مصداقية. إحنا نريد مطلب الناس، عم يجيبونا الكفار، جيبونا الكفار، لأنه المؤمنين شبعنا من عندهم، المؤمنين شبعنا من عندهم، الأحزاب الإسلامية شبعنا من تنظيرها ومن بنائها. جزاكم الله خير، رحم الله والديكم، الأحزاب الإسلامية أرفع لكم العمامة، وربما لم يفعلها أحد من قبلي أو من بعدي، رحم الله والديكم. واخروا شوفوا نشاكم، خلي الناس الكفار تبنيكم.